واحد استفهام كبير على ما احنا كنسميوه الثقافه والروحانيه، يعني الادب والتاريخ والفنون، ما موقع هذه الامور الثلاثه اللي كانت هي صميمه في تاريخ المسلمين، كيف اصبحت مع الدعوه السلفيه؟ السلفيون كيقولوا بان السماع حرام والادب حرام والشعر حرام والتراث حرام والمباني المباني التاريخيه هو حرام. الى جينا حنا اليوم في بدايه القرن 21 كنقولوا لا، نحن نرى انفسنا في هاد الناس اللي كانوا قبلنا، فن الخطيب واليوسي وابن ابو 20 وحلاده وطمع عبد الله كبير، هادو كنقول لك على المدى الطويل تاع القاضي عياض وابو العباس السبتي كعلماء اللي يعني كيفاش كيشوفوهم ايها الناس. حنا كنتكلموا على ابو العباس السبتي العالم الكبير الفقيه الصوفي الرياضي وكذا. هذا هو اللي كنقول، يعني الى انا بعدا كنعرف راسي فين حطيت رجليا.